اليوم بالحق الفاجعة هذه راهي مست الناس الكل. عصفورة جنة طفلة صغيرة تقرأ تحضيري اسمها بشرة. اليوم كارثة هاها، واليوم هالبنية هذه مشات ضحية متاع سمي. فاجعة ما تنجمش توصل، فيلم رعب بالحق، فيلم رعب. سميات كارثة، سميات غول تعرفش ما أنت غول يهدد حياة المواطن. في صفاقس يتموت بكاميون يتموت بقطار، هذوما زوز اللي يدشوا عليها عندك. يوميا عندنا 3 قتلى على طرقاتنا، تقريبا 30-35 جريح. وقت اللي نقولوا جريح معناها راهو فيهم ما يعادل 20-25% يقعدوا بإعاقة دائمة مدى الحياة. أحكام مجلة الطرقات اليوم يتلاعب بها وكأن معناها على مرأى ومسمع من المكلف بتطبيق القانون. احنا الموقف نتاعنا مبدئي، وذكرنا وقلنا للجهات الامنيه، قلنا لهم نبهناهم، قلنا لهم راهو انه هنيه يمكن تحل الكارثه. نبهنا عليها من مده، قلنا راهو احنا نقعدوا لهنا نشوفوا كيف الشحنه تتعدى والصغيرات يلعبوا لهنا في النافوره. في صفاقس بالحق عندك ما تختار في الموت، يا اما تموت بكاميون يا اما تموت بقطار، ولطف على الناس الكل. تخرج الكياس تشق كياس انت معرض للموت، تشق السكه كيف كيف انت معرض للموت، تخرج باش تعمل بسكليت كيف كيف انت معرض للموت. هو ثم قرار سابق وقع تنقيحه في 8 جوان 2017 بانه يوقع تحديد المنطقه المشموله بمنع الجولان والاوقات حسب الفصول الاوقات المسموح فيها بالجولان. وعلمنا السلطه الجهويه الكل راهو من سيد الوالي لسيد مدير الاقليم، جماعة الكل علمناهم المرور قداش مرة نعلمهم. الله غالب هذوما فوق القانون ويلزمنا نتصداو لهم، والردع هو الحل الوحيد اللي باش نجم نحيهم. هذه مش أول حادث ومش آخر حادث، اللي قاعدين معناتها يوميا هما يتسببوا في حوادث أليمة، وبخلاف يتسببوا في اكتظاظ كبير ياسر ورعب إلى متساكني ببحر. وشفنا الخطر برشا مرات، دونك ماذا بينا نطالبوا أنه يصير تفعيل القانون هذا متاع منع الكمين في نشوفوا سنتر فيل، وماذا بينا زادا كان يعملوا لنا بنيه تحتيه خاصه مثلا يريلوا لنا لي باساج بيتون، نعملوا دي بيست سيكلابل، هذا كله مش موجود في صفاقس للخساره. حتى لي تروتوار موجودين مش موجودين للعباد، ما حاطين للقهاوي. طالبوا بتطبيق القانون، القرار البلدي موجود منذ سنوات يجب تطبيقه، وعدم السماح للشاحنات الثقيله دخول هذا الشارع. هذو ما مش تبقوا فيها، علاش؟ لو كان ثم ردع ثم حزوا الواحد واثنين، واحد حشوه في الحبس مره واثنين، فهمتي؟ حتى لو كان يبدا اللي هو مثلا حتى الكمين نتاع شكون واللي نتاع فلان واللي نتاع لوبي من اللوبيات نوقفوه. افلات من العقاب، اعمل اللي تحب، اخترق الضوء الاحمر، تجاوز على اليمين، قوم بكل الموبقات اللي يمنحها النص القانوني في مجال الطرقات، وما عندكش حتى رادع، ما عندكش حتى رقيب، ما عندكش حتى انسان معناها يوقفك عند حدك. راهو المره هذه بشرى، المره الجايه باش يكون اي حد اخر سواء كبير ولا صغير، لازمنا نقفوا الحكايه هذه. الردع ثم الردع ثم الردع لمثل هذه التجاوزات والتصرفات. دونك احنا لهنا بتضافر جهود الكل، مجتمع مدني، بلديات، نطالبوا بحاجه برك اللي هي طبق القانون. ما نجمو نقولوا كاين، ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله ربي يصبر عائلتها وربي يرحمها، وكا عصفورة جنة ان شاء الله ربي يرحمها.